هارون لا يملك إلا السيف والنطع يا ابن الأشرس. أنسيت البرامكة يا رجل؟ فهو لن يتسامح معك ومع إخوتك. أتذهب هكذا يا ابن الأشرس رخيصا غير مأسوف عليه؟ لا دينا ولا دنيا. يجب أن تحتال لنفسك، وإلا فأنت امرؤ هالك لا محالة. أحسنت يا فرج، أحسنت. أخبارك كانت قيمة، ويبدو أنك فتى النبي. أنا خادمك المطيع يا مولاي. اسمع يا فرج. لبيك يا مولاي. منذ اليوم علاقتك بي شخصيا لا أريد صغيرة ولا كبيرة في زاوية من زوايا بغداد أن تغيب عن أذنك وبصرك. نعلم أنك تعمل صانعا عند الفارسي بهزاد، صانعا للسروج، ويضمك وأمك بيت متواضع. عين واحدة لا تكفي يا فرج، عين واحدة لا تكفي. اعلم أن في بغداد كثيرين من عيوننا سواك، ولكنني أعترف أمامك أنك كنت أكثرهم دهاء ومكرا واقتناصا، ويبدو أن أياما سعيدة تنتظرك إن بقيت على إخلاصك وتفانيك. أيام سعدك قادمة يا فرج، فأثبت لي ذلك. وعلمت أن المريسية فر من بين أيدينا، وأننا نعمل على الوصول إليه. أنا خادمك يا مولاي. أنت ثمامة بن أشرس المعتزلي؟ بل ثمامة بن الأشرس النميري، خادم أمير المؤمنين. ما تقول في كتاب الله يا نميري؟ أقول إنه كلام الله. هو مخلوق يا ابن أشرس؟ العياذ بالله من مقالة كهذه. تتعوذ بالله؟ ألست معتزليا؟ لا والحمد لله، ولكن إن رأى أمير المؤمنين أنني معتزلي فأنا معتزلي رغم أنني لست معتزلية. أو تحفظ قوله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ أو تنكر اعتزالك الآن إذن؟ لو كنت معتزليا لأنكرت ذلك يا أمير المؤمنين، فكيف وأنا لست كذلك؟ لما تتعب نفسك يا مولاي مع مراوغ يروغ منا كما يروغ الثعلب؟ دع السياط تجر لسانه يا مولاي. إن كان الأمر عائدا للسياط وزير أمير المؤمنين، فسأعترف بأنني من قتلة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أيها المارق. على رسلك يا أبا العباس، على رسلك. أعذرني يا مولاي. فما تقول في رؤية الله في الآخرة يا ثمامة؟ أقول إن الناس جميعا سيرون، حتى بشار بن برد. قتلك الله يا ثمامة. ما الذي فعله هارون بإخوتنا؟ اسمع أيها الأحمق، أقسم إن بقيت تسميهم إخوتك لأزجن بك في السجن بيدي هاتين. كان شرطي عليك أن تترك ما أنت فيه من خفة وحماقة حتى أستطيع إخراجك من المصيبة التي أوقعت نفسك في شركها. حسنا حسنا، وأنا عند وعدي. عند وعدك؟ من الذي أخبر المريسية بأن يفر قبل أن يصل جنودنا إليه؟ وما أدراني أنا.
أقسم أن لا أحد غيرك فعلها. لولا أنك صديقي لقبضت عليك بنفسي. إن بقيت على فظاظتك هذه أقسم أني سأخرج من هنا ولن ترى وجهي مرة أخرى. فظاظتي هذه هي التي أخرجتك من مصيبتك أيها الأحمق، وصداقتي لك هي التي جعلتني أغامر لتتمكن من الهروب من جند أمير المؤمنين. وما كنت تجشمت عناء إخفائك هنا في بيت ابن عمي هذا إلا لأنك وعدتني بأن تبتعد عن طريق هؤلاء المبتدعين. ما شأنك أنت والمعتزلة؟ انظر إلى أين انتهوا وإلى أين صرت. قسم أقر واعترف فتكفل به السيف والنطع، وقسم أنكر فألقي به في السجن، وقسم هارب يخاف من ظله. أهذا ما تتمناه؟ إنما الحياة عقيدة وجهاد. تقولون إن الحياة عقيدة وجهاد وتدعون أنكم أصحاب رأي ومبدأ، وما أنتم إلا خوارون جبناء كحال شيخكم الجبان ثمامة بن الأشرس. ويحك يا شفيع، كيف تقول عن شيخنا جبان؟ إنك لا تعرفه جيدا. إنه ثابت على عقيدته كصخرة في جبل أصم. أنا أعرفه أكثر منك. شيخكم الهمام الصخري بن الأشرس عندما رأى السيف أمام وجهه والنطع يترصده تبرأ من كل ترهاته وأوهامه وراح يورج كالبهلول. لو كنتم أصحاب حق ما فرقتم ولا جبنتم، بل لبثتم على موقفكم حتى ولو تخطفتكم الطير. لا تتحامل على الرجل يا ابن الربيع، لا تتحامل عليه. ولكنه يحاول خداعك يا أمير المؤمنين. أعلم ذلك، أعلم ذلك. تفضل. الكريم إذا خدعته خدع. ثم إن الرجل أنكر أنه من هؤلاء القوم. ألم نؤمر بأن ندرأ الحدود بالشبهات؟ ديننا دين رحمة يا ابن الربيع، دين رحمة. فلا تجعل غضبك يعميك عن اتباع الصواب. وإذا كنت مقتدرا فلا تجعل قدرتك تعميك عن اتباع الحق. ثم إن الرجل والله ظريف. تصور، حتى بشار بن برد الأعمى سيرى الله يوم القيامة. والله إنه ظريف. أنا لا أوافقك الرأي فيما تعتقد يا ابن أكثم. ولنزعم أن المعتزلة كانوا على خطأ فيما يعتقدون. أتؤخذ الحدود بالخطأ؟ أمير المؤمنين لم يقتلهم لاعتقادهم بما يعتقدون، وأنت تعلم ذلك. وإذا إن الذين ألقي القبض عليهم كانوا ينشرون اعتقادهم بين الناس ويستغلون الجهالة والشباب واليافعين ويبثون الشبهات فيما بينهم فيشيعون بين الناس البلبلة ويفتنونهم في دينهم، وهذا ما حدهم عليه أمير المؤمنين. ولكنك تعلم أن هؤلاء المعتزلة قد ضيق عليهم هارون ولم يترك لهم سبيلا إلى نشر دعوتهم وبث مذهبهم، رغم أنهم لم يجاهروا بدعوتهم. ها أنت تعتقد معتقدهم. هل جاء أحدهم للقبض عليك؟ أنت لم تجاهر برأيك ولذلك جنبت نفسك مصيرهم. أما من جاهر برأيه فقد أعلن الحرب على أمير المؤمنين والأمة. ولكن يا أمي. ولكن ماذا أيها الأحمق؟ هل تخشى من زوجتك القبيحة؟ نعم، لا لا أخشاها يا أمي، ولكن سلمى لن ترضى أن أتزوج بغيرها. سأجد لك عروسا جميلة جميلة، شقراء عيناها خضراوان. تريد أن تتزوج من رومية؟ وشعرها يا أمي أسود. أيها الأحمق، كيف تكون شقراء وشعرها أسود؟ أمي المهم أن تكون جميلة مثلك أنت. أجمل النساء بغداد. لا لا يا أمي لا، تبدو لي الفكرة سيئة. ألم أقل إنك أحمق؟ ما رأيك يا أمي أن نأخذ موافقة أمي عمير؟ تحسن لك ولمن تكلمك، أنت الرجل أم هي؟ هي أنا يا أمي، ولكن أمهليني بعض الوقت لأفكر. حسنا، ولكن لا تبطئ.
لن أبطئ، لن أبطئ، أنا ذاهب إلى الدكان. لا تنسى ما اتفقنا عليه. ما هو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أغرب أغرب عن وجهي. حسنا حسنا يا أمي، تذكرت، ممشوقة القوام فارعة، أنفها إبريق الفضة، رقبتها كالسيف، عيناها قتلننا ثم لم قتلنا. لا لا، أنا ذاهب إلى الدكان. حفظك الله يا ولدي وتقبل منك حجك وسهل لك أسباب العلم بما يحبه ويرضاه. آمين. عروس جديدة، عروس جديدة، لكن ماذا ستفعل بابنة الجزار؟ لا لا، سأقول لأم عامر لا لا، ولكن لم لا؟ إذا كانت العروس جديدة وجميلة وخجولة، سأقول لأم عامر نعم نعم. سأزف لك خبرا يسعدك. ليس لديك من الأخبار إلا الطعام الذي تحمله إليه، فأخبارك كلها سيئة. لولا أني أحبك يا صديقي الأحمق لوجهت إليك مساءة تنسيك طعامك الشهي هذا. بعد سؤالي وتدقيقي تبين أن اسمك لم يرد في قوائم المطلوبين. ماذا؟ لست مطلوبا لأحد. أمتأكد أنت؟ كما سمعت يبدو أنك أدنى من أن يهتم بك يا صاحب شفيع. حدثنا عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:
الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. الرحم شجنة من الرحمن، من قطعها قطعه الله، ومن وصلها وصله الله. كن مطمئناً يا أبا عبد الله، فشيخنا الباريسي في مكان آمن والحمد لله. الحمد لله، ولكننا في قلق على الشيخ ابن الأشرس. لا تقلقوا علي، فهو بخير ما دام لسانه بخير. عندك خبر عنه؟ أجل، قد أخبرني يحيى بن أكثم أن ابن الأشرس صار من جلساء هارون، وربما من ندمائه، فلا تنقصه الحيلة، لأن لسانه يطوق أعناق الرجال. حقا. أجل يا بدر، لا تخف على ابن الأشرس، لأنه لن يسلمهم قيادة، ولقد وجد لنفسه منجا. يا شيخنا، نحن من بغداد منذ صغرنا ونحن نحلم بلقائك. ليتكم بقيتم في بغداد تحلمون. وكأن شيخنا قد كره لقاءنا. بل كرهت لكم مآلكم أيها الفتية. وهل في طلبنا للحديث ما يكره يا شيخنا؟ معاذ الله، لا، طلب العلم أجل مما طلعت عليه الشمس. ولكن أتعرفون ما معنى طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. بعض الطلبة من قصار النظر والبصر ينظرون إلى التشريف وينسون التكليف. إن رواية حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أمانة عظيمة، لأن الله سائلهم عن أدائه وتبليغه. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أكمل. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والتفقه الذي عنته الآية ليس الحفظ الظاهر فحسب، بل إضافة إلى ذلك أن تشرب روحك العلم والدين، فتفيض بها جوارحك في حياتك سلوكا وعملا. وأي شقي هو سفيان بن عيينة إن أخطأ في حرف من عنده ونسبه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولحرصنا على ما قلت يا شيخنا قصدناك، نبتغي علمك ونطلب أدبك. بارك الله فيكم أيها الفتية، واعذروني إن أنا شققت عليكم، فستعلمون ما أقول لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا تحدثنا يا شيخ؟ حدثني الربيع بن صبيح عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدركت ليلة القدر ما سألت الله إلا العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا مغيث، أغثنا يا الله.
هذه الشموع متى احتجت غيرها ستجد عندي طلبك. هذا يعتمد على جودة شموعك وحسن سعرك. إذا أنا على يقين من عودتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا تنسى الجودة والسعر. ما هذا؟ لابد أن الرجل نسي صندوقه. أبا زيد انتبه للدكان. قتلك الله يا ثمامة. السلام على مولاي أمير المؤمنين وصحبه. وعليك السلام يا أبا العباس. تعال تعال اجلس معنا واستمع واضحك. أخشى يا مولاي أنني سأقطع أنس حضورك بك، ولكن الأمر أولى وأدهى. ما وراك يا ابن الربيع؟ رسالة من ملك بني الأصفر نقفورة يا مولاي. أرينيها. من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أضعافها إليها، لكن ذلك ضعف النساء وحمقها. فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما حصل لك من أموالها وافتدي نفسك به، وإلا فالسيف بيننا وبينك. بسم الله الرحمن الرحيم. من هارون أمير المؤمنين إلى نقفورة كلب الروم، أما بعد فقد وصلني كتابك، والجواب ما تراه دون ما تسمعه. والسلام. منذ غادرتنا الجارية فوز وأنت على هذه الحال من نسيان وشرود، ماذا أملك لك وقد ذهب عقلك يا رجل؟ فوز وجدناها فتاة حرة فأصبحت بأيدينا جارية تباح وتشترى. أنسيت ما فعلناه بها؟ إذن نحن ظالمون. ما بك يا رجل؟ ما الذي بدل حالك هكذا؟ لو لم نأخذها جارية لما وجدنا ما نحن فيه من نعيم. قضي الأمر فلا تعد إلى ذكرها ثانية. لست أنا من أتى على ذكرها، أنت من فعلت. السلام عليكم. وعليكم السلام. لقد نسيت هذا الصندوق في دكاني وقد أتيت كي أعيده إليك. صندوقي؟ بارك الله فيك، لم أعرف رجلا بمثل أمانتك. تفضل إلى الدار نكرمك. تفضل. بارك الله فيك، لقد تركت الدكان مفتوحا ويجب أن أعود فقد قربت الشمس من المغرب. بعد الآن لن أشتري الشمع إلا من عندك. على الرحب والسعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ف
فوز وجدناها فتاة حرة فأصبحت بأيدينا جارية تباع وتشترى. أيعقل أنه كان يتحدث عن فوز أخت شاهيناس؟ هذا الاسم لا يتداوله أهل بغداد كثيرا. كيف أستطيع معرفة إن كانت هي أم لا؟ ليس لي إلا أن أسأل الرجل، ولكن ماذا سأقول له؟ وهل سيقول لي الحقيقة؟ ستسمع ما يسرك ولن تندم على قدومك إلى دار شيخنا الشافعي إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلاب العلم، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، تفضلا بالجلوس. اعلموا أنه مما يشيع من الخطأ لدى طلاب العلم في زماننا الخلط بين الفهم والفقه، فالفهم هو معرفة معنى اللفظ، أما الفقه فهو مرتبة أخص من الفهم، فهو معرفة مراد المتكلم من كلامه. قال الله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فمن ذمهم الله كانوا عربا أقحاها، يعرفون معاني الألفاظ فهم فهموها ولكن لم يفقهوها. فإذا علم هذا صار لزاما على طالب العلم أن يجتهد في معرفة مراد الله ومعرفة مراد رسول الله، فإذا فعلنا ذلك زال بعون الله كثير من لبس الفهوم حيال معاني النصوص الشرعية. فالتعارض والاختلاف لا وجود لهما في كلام الله ولا كلام رسوله، بل مبعثه ومنشأه من فهومنا التي قد تقصر عن فهم مراد الله ورسوله. ما سر هذا الصمت يا فوز؟ اخبريني. أحياناً حين لا تملكين الأدلة على ما تقولين يصبح الصدق جنوناً لا يقبله عقل، والكذب المتقن المزخرف حقيقة ترضي الجميع وتريحه، وحينها من الأفضل للمرء أن يصمت وإلا صار أفاقه. كلامك هذا مفعم بالصدق لأنه قد مس قلبي فوز، أعتذر لك عن كل ما بدر مني. إن شئت أن تخبريني قصتك وإلا فلا، ولكن أريدك أن تعلمي أنك ومنذ هذه اللحظة أختي ولست خادمتي. سمعت يا أختي؟ أنا فتاة حرة
وابنة تاجر في خراسان، فتاتك كل الفتيات تحب الحياة وتعشق الحرية وتحلم بذلك الفارس المنتظر الذي يأخذها إلى جنتها الجديدة. فتاة ألحت على أبيها أن ترافقه هي وأختها في سفر من أسفاره إلى بغداد إلى أن وافق. انتظر أيها الشاب، من أي البلاد أنت؟ لم أرك من قبل في حلقة درسي. أحمد بن حنبل من بغداد. من بغداد؟ آه، إن على بغداد حاضرة خلافة الإسلام والمسلمين، ما أجمل أيامها علما وفقها وأدبا ومنظرا حسنا، حماها الله وحما أهلها من كل سوء. أو زرت بغداد يا شيخنا؟ أجل، ومكثت فيها ردحا من الزمن. أنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. حفظك الله، قد سمعت اليوم في درسك كلاما لم أسمعه من قبل، حفظك الله لنا ونفعنا بعلمك يا شيخنا. بارك الله فيك. أتأذن لي أن أطرح عليك سؤالا؟ على الرحب والسعة. كيف نوفق بين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة، وبين حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صوم يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده؟ سؤالك هذا لا يصدر إلا عن وله محب للحديث الشريف. تعال يا أحمد، تعال واجلس، تعال. التعارض الذي يظهر بين الحديثين يزيله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. يتبين من هذا أن صوم يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فعليه ترك الصيام حتى يتفرغ للدعاء ويتقوى على العبادة. بارك الله فيك يا شيخنا. لا تنسي ما أوصيتك به بشأن الأمين والمأمون يا زبيدة. وهل أنا من تنسى وصايا مولاه؟ اطمئن، بعون الله ستعود إلينا سالما غانما. إنما هي وصية واضحة يا زبيدة، وإني لا أرجو الله أن يمن علي بالشهادة فيختم لنا بخير. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال. يا جنود الله، يا حماة الأرض والعقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إننا اليوم نمضي لنذود عن حمى الإسلام والمسلمين، نمضي إلى عدو الله نقفور الذي نكث بعهده معكم، فكونوا كما أراد الله لكم أن تكونوا، صبرا في الحرب، صدقا عند اللقاء،
فالجنة عند موضع سيوفكم، فأعملوها في عدو الله وعدوكم. يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. الله أكبر، الله أكبر، الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ببائع الشمع، تفضل. بارك الله فيك، عندي سؤال ولديك جواب. أليس من الأفضل أن تدخل ثم نتحدث؟ تفضل للداخل، تفضل. إني في عجلة من أمري. هو سؤال بشأن الجارية التي بعتموها. وكيف عرفت أنه كان لدينا جارية وبعناها؟ من أحد تجار السوق. لما تسأل عنها؟ ما شأنك بها؟ لقد سمعت أن اسمها فوز، ولي قريبة تحمل نفس الاسم، وقد ضاعت منا في زحمة أسواق بغداد، فأردت أن أتأكد إن كانت ذات الفتاة. تقول كلاما غريبا، فالجارية التي كانت عندنا اسمها رغد، ولا نعرف جارية غيرها. إذن لي، فلدي عمل في الداخل. هذه الفتاة جارية ستموت كمدا وحزنا، فما أشد أن يفقد المرء حريته بعد أن ولدنا أحرار. لن يطول حالك على ما أنت عليه يا فوز، وعد على بثينة أن تنفذه. لما أجبته بهذه الطريقة؟ فقد أثرت بسوء جوابي شكوك بائع الشمع هذا. ماذا لو فضح أمرنا؟ لما كل هذا القلق يا حنظلة؟ القصة باختصار، كان لدينا جارية وبعناها. من هي؟ من أين أتت؟ هذا أمر لا يعنينا. ولكن ما ذنب فوز في كل هذا؟ قد يكون الرجل حقا من أهلها الذين أضاعوها. ما لي أنا وللزواج؟ زوجة واحدة تكفي. ثم إن أم عمير لن ترضى بضرة عليها. إنها دون ضرة غير راضية عني، فكيف بأخرى؟ وأضيع أنا بينهما. ولكن أمي، أمي إنها في معركة مع أم عمير لا ناقة لي فيها ولا جمل، وأنا لست ندا لأم عمير. لا لا لا، لن أغضب أم عمير، ولتذهب الشقاوات إلى الشيطان. هي بهلول، ماذا تريد؟ عند تجوالك بين القبور هل رأيت الشيطان؟ أجل، رأيته كما أراك الآن. صفه لي. هل لديك مرآة في البيت؟ وكبيرة أيضا. عظيم، انظر في المرآة ترى الشيطان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يقصد؟ حسنا، سأجرب وأرى إن كان كلامه صحيحا.